عظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى في اللوح واسم محمد طغرى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المبعث ضد الحمص ولا يرى رأيهم، وذلك لما أعده الله له من كرامته. وقد أبطل الإسلام الحنيف ما ابتدعه الحمص، فقال تعالى في كتابه الكريم: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ما أخبار عنزتك يا حليمة؟ والله ما تبقي قطرة. كيف؟ ومسيرنا إلى مكة؟ لا نملك إلا قليلا من اللبن الحاجر وهذه الناقة العجفاء والأتان التي بالكاد تحملها قوائمها، وأولادك يتضورون جوعا. ماذا أفعل يا حارث؟ ماذا أفعل؟ سنة عجفاء وراء الأخرى، أخذت اللحم وبدأت تدق بالعظم، جف الضرع وأخذ الجوع ينيخ في ديارنا، ويا ويلتاه من جوع الصحارى يا حارث. أعددت العدة للمسير إلى مكة، وها هن نساء بني سعد تجهزن للرحيل، فهلومي علنا نوفق برضيع لعائلة مسيرة من قريش ولهذا الموسم، فالدروب آمنة. وبني يا حارث؟ تتركينهم عند أمك وتأخذين الرضيع، عسى رب الكعبة يهب لنا رضيعا من رضعاء مكة يكون ما يهدى إليه عونا لنا في أيامنا المجدبة هذه. يا رب الكعبة، ماذا أفعل؟ يا فاطمة، حفيدي محمد هو حفيدك لابنك عبد الله. يا هالة، أنت وآمنة من أبناء عمنا بني زهرة، نشدتكما الله في ابني محمد. يا لحسرتي على عبد الله، مات ولم يكمل 26، ويا لحسرتي على محمد، تيتم وهو بعد جنين، أتى إلى الدنيا وأبوه في اللحد. ويلي على اليتيم الرضيع. ويلي على آمنة لم تكمل عامها الأول مع عبد الله، وهي بعد في ميعة الصبا. أما أتت المرضعات؟ إني أخشى عليه وباء مكة. لم يأتين بعد، لكن هذه أيامهن. سألتمس له مرضعا ما إن تقدم المرضعات إلى مكة حتى يصح ويشتد. بورك فيك يا أبا الحارث، إنك لتعطف على حفيدك وترعاه. يا لعبد الله، تالله مذ جاء حفيدي محمد أحسست بالرحمة تدب في نفسي وفي جسدي معا، بل إن الرحمة بدأت تدب في بني هاشم كلهم. يا امرأة، ألست من بني سعد؟ بلى، أنا حليمة بنت أبي ذؤيب من بني سعد بن بكر، وهذا زوجي وابن عمي الحارث، وهذا رضيعي. ابني محمد يتيم، فقد أباه وهو لا يزال جنينا، وإني والله لا أحب أن ترضعيه، وهو طفل مبارك، خذيه وأرضعيه، فوالله أحبه أن يسترضع في بني سعد. يتيم يا جدي، وماذا أفعل به؟ أخاف عليه من وباء مكة،
وإنني والله لا أطيق فراقه، ولكنه لابد أن يرضع في البادية على عادة العرب من أهل الحضر حتى يكبر ويشتد، وستجدون منا خيرا. ماذا نفعل بيتيم يا عماه؟ إننا قوم فقراء في أرض مجدبة، تصيبنا السنة بعد السنة فتحطم العظم واللحمة، فما تدير لبنا ولا تحمل شحما ولا لحمة. اهدأ يا ولدي اهدأ، حوطتك برب الكعبة. أهو ولدك؟ بلى. ولدي محمد رضيع، خذيه فأرضعيه فيصبحان أخوين. والله ما أحب أن أغفرك، وأنت كما تبدو سيدا كريما شريفا، ولكن ماذا أقول يا عماه؟ انظر إلى ولدي، إنه يبكي من الجوع، وما في ثدي ما يغنيه، ولا أدري ماذا أفعل. انطلقي راشدة فعسى أن تصيبي ما تتمني. ويلي على ولدي، ما أصعب اليتم وما أقساه. إلى أين يا حليمة؟ والله لا أكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ ريعا، سأرجع إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه. افعلي يا حليمة، عسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. انتظرني، سأذهب إلى أمه وأتين به، فأضمه إلى أخيه وتحضنه معي الشيماء فيسترجع في بني سعد. أسري يا حليمة، إنني أنتظرك. تعالي يا بركة. اجلسي. أعرف لما تبكين. لقد أخذوا محمد يا سيدي. أخذته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية لترضعه في ديار بني سعد بعيدا عن وباء مكة، فيكبر ويشتد ويقوى. ألا تريدينه أن يكبر صحيح الجسد سليما معافى؟ بلى، روحي فداؤه، لكنني أشتاق إليه، أصحو في الليل فلا أجده فأبكي، وتبكي آمنة إننا نشتاق إليه يا سيدي، أشتاق إليه. كلنا نشتاق إليه يا ابنتي، كلنا نشتاق إليه. إيه ورب الكعبة، كلنا نشتاق إليه ونذرف الدمع على أبيه. يا لعبد الله الذبيح المفتدى، دفيني يثرب الجميل، يا رضيعتك يا عبد الله. لا أدري على من أبكي، على عبد الله أم على ولده اليتيم، لكن تجلدوا يا آل عبد المطلب، تجلدوا. والله يا أم عكرمة، ما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، فلما أخذته عدت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه تدياي بما شاء من لبن، ثم شرب حتى روي، وشرب ولدي معه، ثم قام زوجي الحارث إلى ناقتنا فإذا درعها حافل باللبن، فشربنا حتى ارتوينا فبثنا بخير. تعلمين، والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. تذكر يا حارث يوم خرجنا بمحمد وأنا راكبة فوق أثاننا العشفاء، فإذا بها تشتد وتسبق الركب كله،
وكانت بالكاد تحملنا، حتى أن رفيقاتي قلن لي: أليست هذه أتانك؟ فقلت: هي. فقلن لي: إن لها لشأنا. اشربي يا حليمة، اشربي يا أم عكرمة. ثم قدمنا منازلنا من بلاد ملي سعد، وقد اخضعت، وما كنت أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها قبل رحيلي. بلى يا حارث، أتذكرين يا أم عكرمة؟ بلى أذكر. بعد قدومنا بالصبي محمد بن عبد الله، كانت غنمي تروح إلى مرعاها مع أولادي، فتعود شباعا تمتلئ ضروعها بالحليب، فنحلب ونشرب، وما يحلب أحد من بني سعد من أغنامه شيئا، ويقولون لرعيانهم: اسرحوا اسرحوا حيث يسرح أولاد حليمة السعدية. صبي مبروك والله، أين محمد؟ إنه مع أخوته يرعى الغنم، لقد بلغ عامه الثاني وفطمته. يا حليمة، الصبي أمانة لدينا، وقد آل الأوان لإعادته إلى أهله. أعرف يا حارث، وأني ما أتجلد على فراقه، وأني لأتمنى أن تقبل أمه آمنة بمكته عندنا أكثر من عامين. أنا أحرص منك يا حليمة، ولكن لابد مما ليس منه بد. أبي، ماذا قلتم عن أخي محمد؟ يا ابنتي، سنعيده إلى أهله. أعرف يا حارث كم سيحزن عليه أخوته، والشيماء بخاصة، إنها لتحدب عليه كثيرا. نعم اليتيم، بدت مخايل فضله. نعم اليتيم، ولم يكم رزق بعضه وذكى. كانت كفي الخلق العظيم شمائله، شمائله يقرى بهن ويولع الكرماء. حارث يا حارث، لقد عدت بمحمد. أين محمد؟ إنه مع أخوته يرعى الغنم. كيف وافقت آمنة على عودة محمد معك يا حليمة؟ لطف من الله بنا يا حارث. أبدي أمي، أخي محمد. ما له؟ ومحمد؟ قد جئتني يا بني، وكنت أنوي الذهاب إليك. تعال. أثمة أمر ما يا أبي؟ أجل، إنه سر أرجو ألا تطلع أحدا عليه. سر؟ ما هو هذا السر يا أبي؟ حول ماذا؟ حول ابن أخيك عبد الله محمد، وحزني عليه اليتيم الوحيد. تعلم يا أبا طالب، يقول الحق. تذكر يا بني عندما كنت على رأس وفد قريش إلى ملك اليمن سيف بن ذي يزن، عندما هزم الأحباش واستتب الأمر له؟ نعم أذكر يا أبتي أذكر، كان يوما مشهودا. وما حدثني به كان أمرا جللا، لابد أن أطلعك عليه. فالموت من سنن الدنيا، ولا أدري متى أموت يا بني. أطال الله عمرك يا أبي، ما هو؟ أكرمني الملك وأغدق علي من الهدايا الكثير، بل أعطاني أضعاف ما أعطى سادة قريش، فحسدني القوم، وكنت أقول لهم: لا تغبطوني بعطايا الملك، بل اغبطوني بأمر سيظهر بعد حين. ما هو هذا الأمر يا أبي؟ ما قلته لأحد يا بني، ما قلته لأحد، فاحفظه.
وأعمل على أن تكون حامل أمانته كما عملت أنا في حياتي. لا طاقة لي على الصبر يا أبي، أنا ابنك وأنت تعرفني. قل. بورك فيك يا بني، بورك فيك. عندما كنت مع الملك وحدنا في مجلسه قال لي: ولد له علامة سيولد في تهامة، سيكون الملك له إلى يوم القيامة، سيكون نبي هذه الأمة، ولد أو سيولد بعد حين، سيموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه. هذا ما تقوله كتبنا المخبوءة. فسألت الملك: وما شأني أنا بذلك؟ فقال لي: إنه من صلبك يا عبد المطلب، إنه من صلبك، فاحرص عليه واحميه من اليهود ومن قومك، فإنهم سيعملون على قتله، لكن رب البيت سيحميه منهم. وهانذا أسر بذلك السر إليك، فاحرص على ألا تخبر أحدا به، خصوصا سادة قومك. أيكون هو؟ إنها علاماته، إنها علاماته يا أبا طالب، فاحرص على محمد، احرص عليه ما دام فيك عين تطرف، واحميه. هذه وصيتي لك، فلا تخفرها، وما أظنك تخفر وصية عبد المطلب. لا يا أبي لا، لن أخفر وصيتك ما دمت حيا، وسأفديه بمهجتي وأهل بيتي. فقر عينا يا أبي، قر عينا يا سيد قريش. بورك فيك، هذا أملي بك يا أبا طالب، هذا أملي بك. فركضنا إليه يا أبا الحارث والشيماء تصرخ: أخي القرشي، أخي القرشي. فسألناها فزعين: ما به؟ فقالت: ذاك أخي القرشي أخذه رجلان بثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه. فخرجت أنا والحارث فإذا به منتقع الوجه، فالتزمته والتزمه زوجي الحارث. فسألناه: ما لك يا بني؟ فقال لنا: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني والتمسا شيئا لا أدري ما هو، فرجعنا به إلى خبائنا. وقلت لحليمة: لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك. وذات يوم جاء رجال لا أعرفهم فنظروا في علامات في جسده فقالوا: هذا هو، وأرادوا أخذه منا، ولم أعرف كيف استرجعته، لهذا خشينا عليه وعدنا به. بورك فيكم يا بني سعد، بورك فيكم، سنحبونكم ما نستطيع. والله لن يحبونا أحد كما حبانا ولدكم الصغير، لقد غير دنيانا وطاب مرعانا وطابت حياتنا وأترعت ضروع أنعامنا ورفرفت علينا الهناءة والصحة، وكأن يدا علوية ترعى حياتنا كلها وهو بيننا. وهل أخبرت أمينة بهذا؟ بلى، حدثتها. فماذا قالت لك؟ حدثتني بأمر عجيب بعدما رويت لها ما جرى. قالت لي: فتخوفت عليه الشيطان؟ فقلت لها: نعم. فقالت لي: كلا، ما للشيطان عليه من سبيل. وأخبرتني أنها رأت حين حملت به نورا أضاء لها به قصور بصرى من أرض الشام، وما كان أخف ولا أيسر من حمله، وإنه لواضع يده في الأرض رافع رأسه إلى السماء. فامضي يا حليمة راشدة، بورك فيه، إنه صبي مبارك،
أدعو رب الكعبة ألا يقطع صلتنا به وأن يكلأه ويرعاه. إن له شأنا ما زال في طيات الغيب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخامسة من عمره عندما ردته حليمة إلى أمه، وكان في السادسة من عمره يوم زار المدينة لأول مرة، فكان مسرورا سعيدا مع أخواله وأولادهم من بني النجار الذين أحاطوه بحبهم ورعايتهم. وأثناء عودتهم توفيت والدته آمنة بنت وهب في الأبواء بين مكة والمدينة ودفنت هناك. ورب الكعبة، لقد رأيت من ولدكم محمدا أمرا عجبا. تكلمي يا حليمة، تكلمي. كان يصحو فجرا ويصحو معه إخوته في الرضاع، فيفرقون عيونهم من أثر النوم، وجوههم كابية وشعرهم شعث وهمتهم فاترة. ومحمد يا حليمة، تالله كان يصحو فلا يبدو أثر للنوم في عينيه، يصحو منطلق الوجه مكحل الجفون. هنيئا لكم يا بني هاشم بمحمد ورضاه يا حليمة. العجب في ذلك، كان لا يرضع إلا من ثدي واحد، تاركا الثدي الآخر لولدي أخيه عبد الله بن الحارث. فعادت به بركة إلى مكة وحضنته، وصارت أمه تربيه برعاية جده عبد المطلب وعمه أبي طالب وزوجته الطيبة فاطمة بنت أسد. أضحى محمدا في السادسة من عمره يتيم الأب والأم، ويا لمرارة اليتم. نعم اليتيم بعدت مخايل فضلي، نعم اليتيم واليتم رزق بعضه وذكاء، سانت كف الخلق العظيم شمائل يقرى بهن ويولع القرى. ابتعدوا يا معشر الخزرج، ولم تعدوا انتم يا معشر اليهود تهددوننا وسوف ياتي نبيهم فنقتلكم به. يا معشر الخزرج ابتعدوا. بلى يا سيدي، عندما كنا في يثرب عند اخواله من بني النجار حاول رجال من اليهود ايذاءه، لذلك اسرعت امنه بالعوده الى هنا، فليرحمها رب الكعبه، اسرعت بالعوده وماتت في الأبواء. الحبيبة آمنة، أم الحبيب، جورت الحبيب عبد الله. يا لفقد الأحبة. السلام لك يا أبتاه، إن محمدا ابن أخي قادم إلي. يأتي بني إلي فتؤخرونه، دعوه يأتي، تالله إنه أحب إلى قلبي وإنني لأسعد وأتهلل به. اسمعوا يا أبناء عبد المطلب، إنني قد كبرت ودق عظمي. أنت برعاية الكعبة وكبيرها هبل يا أبتي. قد دنا أجلي يا ابنائي، دونكم محمد فهو وصيتي وهو أمانة في أعناقكم، ولا أريد أن يأخذه أحدكم فيقول إنه وصية أبي، فلا أريد أن أتركه، بل أريد من يكفله بعد كفالتي له، يحنو عليه ويحدب عليه ويرعاه، وأريد أن يأخذه أحب الناس إلى قلبه. أنا يا أبي. بل أنا يا أبي. يا أبي، أحلف برب هذا البيت
ما كان على هذه الأرض أحب إلي من أخي عبد الله، وأحلف أن محمدا منذ ولادته وهو قريب من نفسي لا أقدم عليه أحدا من أبنائي، وإن قلبي لا يمتلئ حبا له. ثم إنه ابن أخي شقيقي لأمي وأبي، وأنا أحق أخوتي في رعايته. هو بكفالتك يا أبا طالب، وهو اليتيم الممتلئ حساسية وألما وحزنا، ولكنه يتجلد تجلد الرجال، وها نحن ذا جميعا في ظل الكعبة تكفله وترعاه. سأكفله يا أبي وأرعاه وأحفظه كأغلى بني، سأقوم دونه وأحميه، ولن يصل إليه شر ما دمت حيا. فلتقر عينك يا أبي، فلتقر عينك. ولكن أبا طالب، أرقنا حالا وأقلنا مالا وأكثرنا عيالا، وأنت تعلم يا أبي كم أحب محمد. ولكني أشدكم وأحوطكم، ثم إنه ابن أخي شقيقي لأمي وأبي، وأنا أحق في رعايته. يا ابناء عبد المطلب، بلغوا إخوانكم وبني هاشم، سيدكم من بعدي أبو طالب، وأنت يا أبا طالب أوصيك بمحمد. محمد يا أبا طالب، محمد بقية أخيك وأمانتي لديك وكفالتك. محمد يا أبا طالب، محمد. فلتقر عينا يا أبي، فلتقر عينا.
فاطمة، هذه الزوادة لمحمد؟ بلى يا أبا طالب، لقد هيأتها له. لا أدري يا فاطمة، لماذا يصر محمد ابن أخي على أن يرعى أغنامنا؟ فالله إني لا أرغب أن يغادر فناء البيت، وأتمنى لو أنه لا يبتعد عن عيني لحظة. تعرف يا أبا طالب أن محمدا عندي بمثابة طالب وعقيل، ولكنه أصر على رعي الغنم. يا لنفسه الأبية، يعرف حالنا على صغره، فتأبى نفسه الكبيرة وهمته العالية إلا مساعدتنا. يا حبيبي يا محمد، ما أرضاك وأطهرك رغم صغرك. تعرف يا أبا طالب، ليت بنيك يتشبهون بابن عمهم. ما بهم بنية يا فاطمة؟ أرابك منهم شيء؟ لا يا أبا طالب لا، لكن محمدا وهو في العاشرة من عمره يتصرف كالرجال ويهن بهمتهم. يا حبيبي، كبر قبل أوانه. يا حسرتي عليه، إنه اليتيم يا فاطمة، يطوي النفس على آلام عظام، فإذا ما كان حاملا نفسي كبير الهمة أبي الفؤاد حجنه العذاب والطنا، فكبر قبل أوانه. فاطمة، أقال لك أين يرعى غنمه؟ نعم، في جبال مكة. هذا ليس قولي، بل أبناء أمية كلهم يجمعون على هذا الرقم. هل ترى ما أرى يا وليد؟ ماذا ترى يا ابن أمية؟ غيمة عابرة تظلل جبل أجياد ولا تبرحه. إنه لأمر، ولكنك تعرف مناخ مكة جيدا يا ابن أمية. حر يلهب الأجساد في الصيف، وحر في الربيع، وطقس محتمل في الشتاء والخريف. لعلها غيمة هاربة. نعود إلى حديثنا يا وليد. من منكم سيأخذ الزاد إلى محمد ابن عمكم؟ بل أنا. أنا 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 يا أم طالب، ألست حاضنته بعد وفاة آمنة؟ ألست أحق الناس بخدمته؟ هذا الزاد أنا أعرف أين يرعى الغنم. لا عليك يا بركة، المكان قريب. ما بك يا بركة؟ اشتقت إليه يا أم طالب. اشتقت إلى محمد من الصباح إلى الآن؟ وأهم الله أشتاق إليه إن خرج من البيت إلى الدروب هنيهات، فكيف وهو يذهب بغنمه منذ الفجر ولا يعود إلا عند المساء؟ بارك الله بك من أم حاضنة يا بركة. خذي الزاد إلى محمد وأقرئيه السلام. لن أبرح حتى أعود بالقطيع معه. يا نور عيني يا محمد، تجمع العلف لغنمك ثم تهش عليها برقة وتأخذها لتطعمها وكأنها لك، وأهل مكة لا يعطونك إلا قراريط. يا نور عيني، كأنك تحب الخلاء وتسعد بالبرية، تنحاز وحيدا عن الرعاة، فتأتي غنمك شباعا مغتبقة بالحليب. لا تخشى الذئب ولا وحش البرية يا عيون أمك بركة. يا عيون أمك بركة،
رحمك الله يا آمنة، ورحمك الله يا عبد الله. أية نسمة مباركة خلفتم لنا بعد رحيلكم. يا رب الكعبة، احمي محمدا واحفظه وحوطه. يا محمد، يا نور عيني، أنا قادمة بالزاد إليك. يا عيون أمك جعت، هلم إلى زادك يا مجدي. 4 حبات من التمر وقليل من اللبن، هذا يكفيك يا مجدي طيلة النهار، وأنت والله فتى صلب العود قوي شديد العارضين. يا قلبي، ما تبقى لي أنا؟ يا ويحي، أنا جئت من بطاح مكة بزادك، وتكتفي بهذه الحبات من التمر وهذه الشربة من اللبن. والله لن أبرح جبل أجياد إلا معك. آه يا ولدي، كل هنيئا مريئا، كل يا نور عيني بركة، لكنني لن أبرح. يا ولدي، أما تضرك الشمس؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يزال فتى صغيرا يعاون عمه أبا طالب في شؤون حياته، ولم يرضى أن يكون بلا عمل، لذلك عمل برعي الأغنام في مكة، وأكرمه ربه في رعايتها، فكانت أغنامه تجد المرعى في غدوها ورواحها وهو يحنو عليها، حتى تمنى أهل مكة جميعا أن يضعوا أغنامهم بمرعى اليتيم محمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في ذلك: ما من نبي إلا ورعى الغنم. وقيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا. ثم قال: أنا أعربكم، أنا قرشي واسترضعت في بني سعد. ماذا تفعلين يا بركة؟ أخيط ثوبا لولدي محمد. جزيت خيرا يا بركة، إنك لأمه بعد أمه. حدثين عنه يا بركة يوم كان عند أخواله في يثرب. عما أحدثك يا سيدي؟ عما رأيت وسمعت. يا نور عيني يا محمد، كان والله الخير والبشرى تتجه معه أن نتجه، وهناك في يثرب تعلم السباحة وبز أقرانه جميعا. السباحة؟ نعم، وكان يشند فيها كأنه رجل ماهر قوي. واليهود؟ أما رآه اليهود؟ اليهود من قوم، لقد حاولوا إيذاءه المرة تلو الأخرى، ولا أدري ماذا فعل لهم ذلك اليتيم الطيب. أعرف يا بركة، أعرف، حماك رب البيت يا ابن أخي، حماك رب البيت. يا أهل مكة، عائفوا لا
سبب قدم إليكم يا أهل الحرم. أنا من أزد شنوعة، أما وصلكم خبري هاتوا إلي أولادكم لأعتاف لكم. أما سمعتم قول الشاعر: قبيل بني لهب فلا تكم الغيا، مقالة لهبي إذا الطير مرتي. أين عائفة لهب؟ هنا في فناء الكعبة. هاتوا أولادكم، إني من بني لهب. ننظر إلى الفتى فنعرف نجابته وما يكون من أمره. هلموا إلي، هاتوا أولادكم. سألت أخا لهب ليزجر زجرة، وقد رد زاجر العالمين إلى لهب. ويحكم، نحن بني لهب، إن نظرنا لا نخطئ. انظر ولدي. ولدي يا أخت قريش حسنا طويلة. ويلي. ولدي فارسا، ما اسمه؟ عمرو بن ود. تعال تعال يا غلام. تقتل بسيف لا يفل. ويلي. يا لسعد أبيك وأمك، تحسي التراب فيصير ذهبا، أنت والثراء على موعد في مقتبل الأيام. ما اسمه؟ حكيم بن حزام. يا لسعد أبيك وأمك، ستكون داهية زمانك. وأنت سيطليك زمانك. من الفتى القادم؟ محمد بن عبد الله. رمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد طغرى، في اللوح واسم محمد طغرى.